ساكت واللي ساكت لو ظل ساكت. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني مع كلام تاني خالص، ومعانا في الاستوديو الأستاذ كريم الشاذلي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أنا وسهلا. أستاذ كريم باحث في التنمية الذاتية. نعم. أستاذ كريم، زي ما حضرتك شفت التقرير والموضوع بتاع الحلقة، إحنا بنتكلم على النيو لوك بتاع الشباب، بس عايزين بقى إيه نتكلم، إيه هو النيو لوك ده؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أحب أرحب بيك خالد، أحب أرحب بيك يا ليث، اخويا عبد الرحمن، اهلا بيكم، وانا ببارك لكم على البرنامج الجميل ده والرائع. كلامكم النهارده عن نيو لوك، عن التجديد. هو مصطلح نيو لوك ارتبط يمكن بفئه عمريه اللي هي فئه المراهقه. هو دايما اللي بيحب يعمل نيو لوك الشباب في الجامعه اللي اعمارهم من 14 مثلا الى 21 سنه، هو تلاقيه بيقص قصه مختلفه، بيلبس لبس مختلف، بيحاول ان هو يكون شخص غير ما هو معروف. ده يمكن اساتذه علم النفس اتكلموا في المساله دي، وقال لك ان ده بيرجع لان الشاب في المرحله دي بيحتاج ان هو يلفت النظر. فيلفت النظر ازاي؟ ايه اسهل حاجه ممكن ان هو يلفت النظر بيها؟ هو المظهر الخارجي، خلاص. فبيقص قصه مختلفه، بيلبس لبس مختلف. حتى ده يعني ده مش مرتبط بزمن، يعني احنا دايما نقول ايه شباب اليومين دول شباب عايز الحرق، ودايما ايه كده اهلنا بيقولوا كده، شباب عايز الحرق، خلاص. بقوا بايظين وبقوا مش نافعين وبيلبسوا اي حاجه وبيعملوا كل حاجه. لكن ده حتى لو جينا لفتره ما قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، هنلاقي سيدنا مصعب بن عمير والشباب، الشباب قبل مرحله الاسلام كان بيمشوا ويلبسوا ويتعطروا ومتانقين جدا جدا. لحد ما جالنا في الاسلام المعايير اللي احنا نمشي عليها النيو لوك بتاعنا، خلاص. التجديد في حد ذاته مش غلط، ان انا اكون اغير ده مش غلط، ولكن ايه المعيار اللي بيحكمني في التغيير ده؟ انا كشاب دلوقتي حابب ان انا البس القميص ده اللي انا شايفه الشباب كلهم لابسينه وعايز البسه، خلاص. ولا القميص دون بيتوافق مع ديني، يعني في مشكله ان انا البس من الناحيه الدينيه القميص ده؟ لا والله في مشكله، خلاص يبقى ما البسوش. مفيش مشكله. طيب هل ممكن ما يكونش في مشكله في الدين لكن في العرف او في المجتمع اللي انا فيه لا يبقى في مشكله؟ هل حضرتك العرف بيعتبر مقياس ديني برضو؟ يعني هل انا ممكن اخد العرف عندي ان الدين بيحترم العرف وبيعتبره برضو مقياس؟ طبعا طبعا. هو الدين يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش ان انا جيت اطلعها من وهي مش موجوده، لا. في احنا المجتمع لما بنزل على مجتمع، الرساله المحمديه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت باعراف المجتمع اللي هو عايش فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما غيرش 100%، الرسول صلى الله عليه وسلم غير في العقيده، في الاخلاق. الشيء اللي كان مستواه 80 الرسول صلى الله عليه وسلم يوصله 20، مستواه 30 الرسول صلى الله عليه وسلم يرفعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. يعني هو جاي يطور وينمي المجتمع اللي هو موجود فيه. فالاسلام لما بيتعامل مع مجتمع معين ما يمحيش، ما يطمسش. يعني النهارده الاسلام لو انا انسان مسلم ونزلت المجتمع الامريكي، هل ليا ان انا انزل بعاداتي وتقاليدي اللي انا اتربيت عليها في مصر لاوروبا وامريكا؟ يجب ان انا احترم الستايل او الشكل اللي الناس بيمشوا عليه. بس في ثوابت حضرتك. ايوه، ما انا ما بتكلمش على الثوابت خالص. انا الثوابت عندي موجوده سواء هنا او في المريخ. الثوابت الاسلاميه دي ما نقدرش ان احنا نتكلم فيها، ولكن ظروف مجتمعيه. حتى يمكن مساله بعيده شويه، يعني في موضوع الزواج، تمام، خلاص. لما بيكتبوا القايمه، هل القايمه من الاسلام؟ على فكره كانت قايمه شديده قوي. هل القايمه من الاسلام؟ مش موجوده. مش موجوده في الاسلام القايمه، ولكن ده عرف تعارف عليه الناس، خلاص. ما دام ما بيتصطدمش بمشكله بمبدا او قضيه اسلاميه، لا، الاسلام يحترمه ما دام ما فيهوش ادنى مشكله. طب استاذ، معظم الشباب ماخدين يعني النيو لوك بس تغيير في الشكل، كيف بدنا نغير يعني في الحياه، نخلي النيو لوك تغيير في حياتنا، في يعني في فكرنا، في تعاملنا مع الناس؟ نقول الاول، هو ليه الشاب بيجي للنيو لوك الشكل؟ ايش الاسباب اللي بتوديه؟ نعم. الشاب لما بيحتاج ان هو يغير في او يعمل نيو لوك او يلفت النظر، خلاص. كل مراهق، انا وانت وخالد وعبد الرحمن وليس، كلنا في فتره المراهقه حابين ان احنا نكون ظاهرين قوي. اللي يشوفني ما يعديش عليا لما يقف عينه عليا. غريزه. غريزه بالظبط. فانا ايه اسهل حاجه ممكن اعملها؟
هو ان انا اغير شكلي ان انا اخلي شكلي مختلف. عندي نقطه مهمه قوي ان التغيير الداخلي صعب صعب، عايز مجاهده وفوق ده مش منظور بسهوله. يعني لو انا عندي صفه زي اخونا احمد اللي كان بيتكلم قبلي يقول لك انا عصبي، احمد لو جه يغير عصبيته في اول يوم هيلاقي الناس بتعامله انه عصبي. فيوم قايل ايه انا والله غيرت والناس زي ما هو كده انا غيرت ما اتغيرتش هيتعاملني على اني عصبي خلاص. فيهجر المساله دي. فتغيير الطباع من جوه لان الانسان ابن بيئته زي ما بيقولوا محتاج وقت، صعب ومحتاج وقت. فالشاب ما بيبقاش عنده ايه سريع، الشاب مراه سريع، عايز حاجه سريعه، عايز حاجه سريعه، ينزل يشتري بقى بنطلون على الموضه، اللي يقص قصه شعر على الموضه، يلبس حاجه على الموضه. انا في الحقيقه حابب ان انا اوجه رساله مهمه قوي للمربين خلاص، ان دايما المربي بيتعامل مع الولد على انه هو متمرد وانه هو مطهقه وانه هو مخليه مش عارف يعمل ايه ويحط ايده في الشق منه خلاص. ده احنا محتاج نقول للمربين ان هم حنانيكم شويه. الشاب دي طبيعته، المراهق دي طبيعته، ان هو يكون متمرد، ان هو يكون عايز يلفت النظر. محتاجين ان احنا نتحاور معاه، محتاج ان انا اقعد مع الولد واقول له انا ما عنديش مشكله ان انت تعمل اللي انت عايزه ما دام في حدود المعيارين دول. يعني نقدر نقول دي خطوات الحل. طبعا خطوات الحل الغريزه ديت ان احنا ازاي نتحكم فيها عن طريق الحوار. اصل انا في نقطه مهمه قوي يا اخويا، ان ان ايه ان المربي بيدفع الشاب دون ان يدري للي هو عايز يبعده عنه خلاص. يعني انا لما اجي الولد هو داخل عليا لابس السلسله ولا الحظاظه ولا مسقط البنطلون مثلا خلاص، اقوم باصص له بصه ناريه وقايل له كلمتين وخلاص، والممنوع مرغوب. فالولد لا، هنا الولد بيعند لان برضه من خصائص السن ده العند. لكن انا لو قعدت معاه واقول له انا نفسي اشوفك احسن حد في الدنيا، بحبك زي ما انت، يعني باي شكل من الاشكال انا بحبك خلاص، ولكن تعال نشوف الشكل اللي انت عامله دون يمشي ولا ما يمشيش خلاص. تلبس حظاظه، عندنا النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من ان احنا نتطير او نلبس او يبقى مع الرقى والحظ والتمائم دي في ديننا ممنوعه، فما يصحش بالحوار. تمام، بس معانا اتصال تليفوني، مداخله تليفونيه. محمد من القاهره، السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. اولا انا بهنيكم على البرنامج ده. الله يخليك. وعايز اقول لو انا حد خاطب انا دلوقتي وخطوبتي، يعني خطيبتي بقى لنا مثلا سنتين مخطوبين، اذا كان شكلي يعني انا هي متعوده عليا بشكل معين، فعايز اسال لو انا غيرت الشكل ده ممكن ده يحصل، يعني بدل ما يجيب لي اثر ايجابي يعني يجيب لي اثر سلبي، ولا ايه بالظبط؟ يعني ولا الواحد يعمل نيو لوك دوت وهو في كل، يعني احاول اعتدل فيه مثلا فيطلع لي شكل جيد في النيو لوك، ولا ايه بالظبط؟ محمد خطيبتك هي المشكله دلوقتي؟ يعني انا عايز خايف اعمل النيو لوك فيجي ده باثر عكسي. ايه النيو لوك اللي انت عايز تعمله يا محمد؟ مش عارف، يعني انا حاسس ان شكلي مش عاجبني، يعني بقف قدام المرايه مش عاجبني الشكل. طب ما يسالها يا استاذ كريم. مشكله عدم الصفه دي بقى. محمد معلش تقول لي حاجه محدده، يعني ازاي مش عاجبك؟ يعني حاسس كده ان ان ان, إن شعري وانا. طب هاته على الجنب. نعم. يعني غير في شكلك، ايه المشكله؟ يعني لو يعني اقصد ان الحاجات البسيطه في الشكل اللي هو في المرايه، يعني حاجات منظوره ليك بتقدر تشوفها في المرايه، ايه المشكله اللي انت ممكن تخاف يعني او قلقان فيها من كده؟ انا الان يعني انا دلوقتي خطبت حد وهو اعجب بيا على الشكل اللي انا فيه. لا. اذا غيرته مش ممكن ده يسيب اثر عكسي، يعني ما يبقاش القبول هو؟ نعم. شكرا يا محمد. يعني محمد بس بده يغير في نظره الخارجي.